اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله وسعد الله صباحكم بكل خير من خلال هذه الإطلالة الصباحية الحية والمباشرة من برنامجكم صباح الرياضية، والذي يبث لكم مشاهدينا الكرام من هنا من استوديوهاتنا في مكة المكرمة. بإذن الله مشاهدينا الكرام من هاللحظة وحتى الساعة 11:30 نكون معكم في فقرات أنفاس الصباح المتنوعة ومواضيعها أيضا المختلفة. يسعدني أيضا أن نرحب بمن يرافقني في تقديم هذه الحلقة، سهى الوعل. صباح الخير. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم معنا، يسعد صباحكم. وان شاء الله اليوم مع طبعا كالمعتاد من استوديوهات مكه المكرمه في اخر الاسبوع، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه. ننتظر ارائكم طبعا طوال الوقت على هاشتاج صباح الرياضيه في تويتر، ونطلع فاصل صغير ونعود. تحت سمائي وهو الذي قد عشت فوق مضاه، منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ومضاه. وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه، وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه، في كل رمحة بارق أدعو له، في ضيحان عطرت ذكراه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه، اشهدوا بحماه في ظل أربك، قد ترعرع أحمد ومشى منيبا داعيا مولاه، يدعو إلى الدين الحنيف بهديه، زال الظلام وعززت دعواه. رجعنا معكم مشاهدينا، وطبعا زي ما عودناكم دائما وبداية كل حلقة نحب نطلع على آخر أخبار الصحف وأهم ما ورد بشأن الرياضة، فخلونا ننطلق سويا لأخبار الصحف ونبدأ.
ونبدأ مع الجزيرة اليوم، ومنتخبنا يعسكر في سالزبورغ النمساوية 12 يوما. اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه أمس البرنامج الإعدادي لمنتخبنا السعودي الأول استعدادا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2016، حيث سيستهل الأخضر استعداداته بمعسكر خارجي في مدينة سالزبورغ النمساوية من 9 يوليو إلى 20 يوليو من عام 2016. جميل سهى. أيضا من الجزيرة إلى صحيفة الوطن وبعنوان أخضر الكاراتيه يطير إلى المغرب، وفي تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا الكرام، تغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه إلى المغرب استعدادا للمشاركة في جولة الدوري العالمي الثامنة التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 13 وحتى 17 من شعبان. وأكد الطفيل على جاهزية أخضر الكاراتيه للمشاركة في البطولة، وقال تم إعداد اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة من خلال إقامة برنامج إعدادي وتدريبي لهم بمعسكر أقيم بمدينة الرياض، ونسعى أيضا إلى الظهور بشكل مشرف وتحقيق النتائج الإيجابية. حلو. ومن المغرب إلى تايلاند، ومارفيك ينتظر تايلاند بلا ودية في الاقتصادية اليوم. كشفت الاقتصادية عبر مصادر مطلعة أن اتحاد القدم السعودي استجاب لشرط الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم بتولي جهازه الفني عملية إعداد اللاعبين لياقيا وبدنيا للموسم المقبل خلال معسكر إعدادي سيقيمه في النمسا من 9 إلى 20 يوليو المقبل، حيث سيقتصر على إجراء اختبارات طبية ولياقية لتحديد مستوى كل لاعب، ووضع برنامج خاص له بشكل منفرد حتى سيكون جميع اللاعبين على مستوى واحد، ولن يخوض الأخضر أي مباراة ودية قبل مباراة تايلاند بسبب ضيق الوقت، على أن تقوم الأندية بخوض مباريات ودية قوية خلال معسكراتها الإعدادية حتى تنعكس إيجابيا على مستوى اللاعبين الدوليين. ما شاء الله، سواء مسافر اليوم من تايلاند إلى المغرب. إيه. طيب جميل. إلى آخر أخبارنا في الصحف المحلية مشاهدينا الكرام، سلة أحد تودع الخليجية بالخسارة من الريان القطري. خسر فريق أحد لكرة السلة أمس الأربعاء من الريان القطري ليودع بذلك البطولة الخليجية للأندية بعد مباراة غير متكافئة فنيا لكثرة اللاعبين الأجانب المجنسين في الفريق القطري. منذ بداية المباراة واتضح الفارق الكبير بين فريق يضم في صفوفه 8 لاعبين من أجانب متجانسين وبين فريق يلعب ب10 لاعبين وطنيين، حيث فرض الفريق القطري سيطرته وفي الفترة الرابعة سلم مدرب أحد المباراة للفريق القطري بعد أن منح فرصة المشاركة لجميع لاعبيه لتنتهي المباراة لمصلحة الريان ويودع نادي أحد البطولة آنذاك. بكذا نكون انتهينا مشاهدينا من أهم أخبار الصحف، طالعنا لكم يعني أهم الأخبار اللي وردت اليوم، وننتقل لفقرة معلومة في دقيقة. الأسبوع الماضي اختبروا ثقافتنا المعلوماتية بسيف الشيش، اليوم طيب. ايش عندهم؟ اليوم عندهم التنس الأرضي. طيب احنا نعرف أكثر تفاصيل عن هذه اللعبة في فقرة معلومة في دقيقة، ولنعود لاستكمال فقرات صباح الرياضية، ابقوا معنا.
أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام في صباح الرياضية. جميل، النظام الغذائي أو الدايت هو عبارة عن القيام بتزويد الجسم بكل ما يحتاجه من دون الإفراط في ذلك، وليس حرمانه من المأكولات الأكثر من اللازم كما يعتقد البعض. فإذا كنت تمارس الكثير من التمارين الرياضية ستستهلك كل يوم طاقة أكبر مما ستكون عليه في حال لم تقم بأي نشاط رياضي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مع فقرة صحة وغذاء. اليوم راح نتكلم عن النظام الغذائي والمكملات الغذائية والرجيم مع الدكتورة حنين طارق عاشور، أخصائية تغذية علاجية. يا هلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يا هلا والله. دكتورة، ما هو النظام الغذائي؟ النظام الغذائي هو نمط حياة، بنغير نمط حياتنا لحياة أفضل، غذاء أفضل، وبالتالي الشخص اللي ما بيقدر يستمر على النظام معين حيرجع دحين ولا بعدين حيرجع زي ما كان قبل وحيزيد وزنه تاني مرة. في ناس كتير بتمنع نفسها من أغذية معينة وقد تكون مفيدة للجسم، لكنها بتمنع نفسها بها على أساس أنه ممكن يزيد الوزن، ممكن، لكن في النهاية الشخص هذا ما بينزل دهون، بينزل فقط مويات، لأنه الجسم عنده حل من الاثنين، يا إما يتخلص من المويات اللي في جسمه وبالتالي انت كده نزلت مويات ما نزلت دهون، او انه بيقلل الحرق جدا لانك انت كنت بتاكل كالوري معين، كنت بتاكل تقريبا 2000-2500 كالوري، فجأة صرت تاكل او تتناول 500 كالوري. هذا الفرق الشاسع بيخلي الجسم بيقلل الحرق، بيشعر انه ممكن ما يرجع للاكل ده، فبيحافظ على الدهون اللي موجودة جوته عشان لا بتصير له ردة فعل، عشان خايف لا ترجع الاكل او الغذاء ما يرجع يدخله مرة تانية. بالنسبة، هل مرضى السكر والضغط لهم برنامج غذائي خاص؟ طبعا يحتاجوا برنامج غذائي، وضروري انهم يروحوا لاخصائي تغذيه عشان يسووا برنامج غذائي خاص بهم، لانهم هم يحتاجوا نسبه معينه من الكربوهيدرات، سواء كانت رز، سواء كانت عيش، سواء كانت بطاط، اي كربوهيدرات لازم بياخذوها بنسب معينه. طبعا على حسب، هو بالنسبة للسكر، لمرضى السكر على حسب هو كان بياخد انسولين ما بياخد انسولين، فهذه الاشياء كلها بتأثر على الدايت وبتأثر على شكل النهائي حق النظام الغذائي اللي المفروض يتبعه. في عندنا اسباب عضوية زي التي اس اتش اللي هي الغدة، في ناس بيكون عندهم الغدة فبالتالي بالضبط بالتالي ما بينزلوا، ليه؟ لانها هي الغدة هذه بتقلل الحرق بشكل كبير جدا، فهي يا اما ما تعمل دايت فتزيد وزنها، او بتعمل دايت وما بتلاقي يعني نتيجة لانه وزنها ما بينزل، لانه الغدة عندها خاملة، الغدة الدرقية، او انه الشخص قاعد في دايت معين له فترة والجسم اتعود على هذا الدايت، فلازم الشخص يكسر بطريقة ما، يعني ممكن ياخذ له اسبوع اوف، ممكن ياخذ له 3-4 ايام اوف، لكن بالشكل الصحيح، يعني يكون اذا زاد يزيد نص كيلو وبعدين ترجع تنزل، لكن مو ياكل اكثر من المفروض انه ياكله ويفاجئ انه زايد وزنه حق كيلين 3 كيلو ورجع تاني ينزلها، لازم يفك عشان يرجع ينزل وزنه، يفك بطريقه صحيه وبطريقه ملائمه ومناسبه. يعطيكي الف عافيه، شكرا لك دكتوره حنين على هذا اللقاء وهذه النصائح لمشاهدينا الكرام. يا اهلا وسهلا. اهلا مشاهدينا الكرام، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من فقره صحه وغذاء لبرنامج صباح الرياضيه. فاطمه شرف، مكه المكرمه. We'll be right back.
لكم مشاهدينا، ومن فقرة صحة وغذاء طبعا نشكر الزميلة فاطمة شرف على موضوع اللي اليوم عن الدايت، وطبعا أكيد موضوع مهم كلكم يهمكم. جميل. نجح فريق نادي الوحدة للتأهل لدوري عبد اللطيف جميل بعدما كسب دوري الأولى في والبقاء في دوري عبد اللطيف جميل، وأيضا يوعدنا في تقديم كل ما هو جميل في الموسم القادم. من حقنا أن نطمع دام أنه يمتلك حقيقة كوادر رائعة، كوادر وطنية جميلة، وأيضا جهاز فني وجهاز إداري يحق حقيقة أن نطمع في هذا الكيان وهذا النادي العريق من مكة المكرمة. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وبقاء النادي الوحدة السعودي في دوري عبد اللطيف جميل، وسعدنا أن نرحب باسمي وباسمكم مشاهدينا الكرام بضيفنا لهذا اليوم الأستاذ هشام مرسي رئيس نادي الوحدة السعودي، حياك الله وصباح الخير. أهلا بك، صباح النور، أهلا بكم. احنا نقول صحيناك من النوم من عوايد كنا. لا تحت امركم، مرحبا. الله يحييك. الله يسلم. يلا فيك. هو منصور قال انه من حقكم، من حقنا نطمح ونطمح، واحنا انا اقول انه من حقكم كمان تدللوا في صباح الرياضيه، لانه انتم نادي يمثل مكه المكرمه، ولنا كان معكم اكثر من لقاء مع اكثر من انجاز. نعم. اليوم كمان يعني خطوه مهمه في مسيره النادي، احكي لنا كيف احساسكم؟ والله أنا أولاً خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعاً يعني نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على اللي تحقق في الفترة هذه. يعني الآن الفرقة الحمد لله وضعها صار في مراكز الوسط، وكل شعورنا كان إنه إحنا في بداية الموسم إنه البقاء وتعود اللاعبين على الأضواء ودور جميل، لأنه إحنا سنتين في الدرجة الأولى، لكن الله أكرمنا أكثر ما كنا نتمناه لك، والحمد لله وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله. جميل. السيد هشام، حقيقة عيشتونا وعيشتوا مكة كلها يعني تحت ضغط وتحت توتر، بعد ما أنتم في بداية الدور الثاني كنتوا يعني الجميع استبعد، جميع المحللين جميع استبعد نادي الوحدة من أنه هو يعني يكون من المهددين بالهبوط، لأنه كان يقدم مستويات جدا رائعة وكان يمتلك لاعبين من أعلى مستوى، والدليل على الكلام أنه أندية كثيرة كانت تطمع في لاعبين الوحدة. تفاجأ لأنه الوحدة بدأ يتراجع شوية، كان يعني من ضمن الحسابات أنه ممكن يكون هو يهبط، ممكن يعني ما يهبط. لا شوف، هو الدور الثاني يعني لو تيجي ترجع للتقرير الفني، مستوى الوحدة في الدور الثاني كان في تصاعد بطريقة كويسة. يعني احنا الحمد لله تحصلنا على 19 نقطة في الدور الثاني، وكنا أقرب أنه احنا نتحصل أكثر من كده، لكن ظروف المباريات كانت ما بتخدم أحيانا، زائدا انه احنا كان في عندنا في الفتره الاولى مشكله المهاجم الصريح اللي يخلص المباراه. مدرب خير الدين حاول يتجاوز هذه المشكله في عدم توفقنا يعني مع المهاجم، وبدا يعمل توليفه جديده. فانت لو انت تيجي تشوف الوحده في الدور الثاني حتى التجميع على النقاط افضل من النصر، افضل من الخليج، افضل من كذا فرقه اللي هي فوقك في الترتيب. جميل. ايه. هل كانت البداية سيئة يعني عشان كده صار الهبوط هذا؟ ايوه، احنا بداية الدور الموسم كان بدايتنا سيئة جدا، يعني حتى في اختيارنا بعض اللاعبين يعني كان سيء جدا، وانا اتحمل جزء كبير منها شخصيا. يعني ليش؟ والله ممكن تقولي هي سببين. اول حاجة ضيق الوقت، لانه الوقت كان ضيق جدا في فترة التسجيل الاولى، ويمكن كمان بقلة الخبرة. دائما الأندية يعني تتهم الإعلام بأنه يعني هو يسهم في هبوطها. أنا حسيت مع نادي الوحدة كان الإعلام جدا مهتم، وبصراحة أنتم كنتوا سبب الهبوط. والله شوفي، إذا تبي نتكلم عن الإعلام يعني إحنا نقول 70% من الإعلام المقري والمرئي كان منصف، كان مع المنصف مع الوحدة. أيوه. بس 30% كان دورهم أقوى من المنصف، كانوا مزعجين. أيوه مزعجين بطريق الأمور، وكانوا بيبعدوا الناس. يعني انت عشان تبتدي تشتغل تجيب راعي، تجيب تقرب الناس، كان اسمع الاخبار هذه السيئه، وللاسف انها 90% ما هي صحيحه. هل كان بين هذه الاقلام حسابات شخصيه؟ والله انا ما عندي اي اخلاق مع احد بك الحمد لله، لكن هي ممكن تقول عليها انه في ناس بعدناهم عن النادي، كانوا بيشتغلوا في النادي في ظروف، يعني هي الفكر ما اختلف، او هم ما يبغوا الاداره تجي في اهداف تانية ما اعرفها. انت ما فضيت لها اصلا؟ ما التفت لها. اكلمك بكل صراحه، يعني من اول يوم احنا دخلنا النادي عندنا قرار انه لن نلتفت لاي مهاترات. جميل. لن نتابع اي احد يكتب شيء مش منطقي، حنحترم الصحفي او الاعلامي اللي يجي يدق باب النادي ياخذ المعلومه الصح، الصحفي الاعلامي اللي يقعد
يتكلم من دماغ ولا مؤاخذة أو يقول لي مصادر وما مصادر حسسني أنه في استخبارات، هذا لن نتعامل معه. جميل، خلينا نعود معاك للنقطة اللي هي الأهم، وأنا يعني أشوفها هي نقطة تحول معنا هذه الوحدة، استقطابكم للمدرب. نعم. ونجح كثير معاكم. أول ما جاء المدرب إيش الأمور اللي حطها وإيش الأشياء اللي طلبها منكم أنتم كإدارة؟ أخو خير الدين مضوي، يعني إذا كان تبغى تقول إحنا من بداية من ثاني مباراة في الموسم حاطين عينكم عليه. أيوة، يعني إحنا من أول كنا يعني شبه في عدم اقتناع بالمدرب بعمل المدرب الأولاني. جميل. فكان خير الدين اتصال بيني وبينه إنه أرجو منك إنك أنت الوحدة يعني حابة أن تكون معاهم. الراجل أبدا موافقة مبدئية، فقلت له اتفرج على 3 مباريات قادمة واعطيني تقريرك عن كل مباراة. فكان يتفرج ويرسل لي تقريره لغاية ما احنا خلصنا في مباراة النصر واخذنا القرار بإلغاء عقد الجهاز الفني السابق، وكلمته وجاء. كان هو عنده يعني الوقت اللي هو جاء فيه صعب انه هو ينفذ كل اللي هو مخطط له، فاتفقنا انه احنا في الموسم الاول هذا نخليه موسم طوارئ واستثنائي، نمشي باي طريقه لغايه ما نثبت الفريق ونمشي. ما تحاسبون عليه؟ مش حكايه حساب، هي في هدف. احنا السنه الاولى يعني قلنا من اول يوم ان السنه الاولى هذا نحاول نركز في دوري جميل. جميل. على اساس بعد كده من بدايه من السنه الجايه نمسح من الوسط المكي كله واهل مكه والجمهور الوحداوي كلمه البقاء وما البقاء، لانه هذا تعودناها فصار عندنا في احباط حتى في اللعيبه، خلاص تفكيره كله بس مركز في البقاء. فالهدف الثاني السنه هذه الجايه انه ما عاد في شيء اسمه هذا الكلام. المدرب عامل برنامج طويل لمده 2 سنين قادمه للفريق، حيكون في ان شاء الله تحسن وله اهداف في الموسم القادم ومستوى. ما جاوب انت بعد حاله الطوارئ اللي انت ذكرتها، ايش طلب منكم؟ في طلبات ايش يعني للسنه القادمه قصدك؟ لا اقصد في الفتره الثانيه، يعني ما بين اي صلاحيه الكامله اخذها في الفريق ككل، ويعني الاختيار اللعيبة اللي جبناهم في الفترة الشتوية الثانية كان له دور فيهم كبير معنا. جميل. طبعا انت بتتكلم عن نفس المدرب، يعني هو باقي معاكم ان شاء الله الموسم الجاي. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بقي اليوم يعني انتم باقيين في الدوري، يعني بقيتم، هذا كان انجاز بالنسبه لكم، طموحات مستقبليه، خلاص ننسى هذه الفتره اللي راحت. صحيح. ايش في طموحات جايه؟ اي ما هو الطموحات بين الاداره والجهاز الفني انه احنا نبغى الموسم القادم نكون منافسين فوق، يعني نطلع في رابع خامس سادس عشان نأهل الفرقة للمشاركات الخارجية إن شاء الله. ترجعوا لأفكار المعسكرات الطويلة اللي هي زي زمان، يعني معسكر اللي بأشهر كده. المدرب عنده البرنامج حقه إن شاء الله حيبدأ معسكر لمدة 20 يوم في النمسا ان شاء الله في العيد، من ثاني يوم العيد او ثالث يوم. اتذكر الاستاذ عوض الرقعان طبعا نوجه له تحيه في اول حلقه، كان اللي بثت من مكه المكرمه، كان قال انه يعني لما حلين سبب من اسباب تراجع بعض الانديه انه صار في تقصير في موضوع المعسكرات، انه ما عاد هي طويله، فصار في شويه يعني تلاعب شويه يعني التساهل من قبل اللعيبه. هو شو هو ممكن كلامه صح، وفي نفس الوقت انت كمان ايش الهدف من المعسكر؟ وايش فين المعسكر؟ وموقع المعسكر؟ وايش استفادتك؟ لأنه مش الفائدة أن أنا أطلع معسكر وما ألعب مباريات قوية. فهو الكابتن خير الدين عامل برنامج منظم جدا للموسم القادم شامل المعسكر، هو طلبه وحدده في النمسا، محدد المباريات اللي حيلعبها اللعيبة. إيش المباريات الودية اللي حيلعبها في المعسكر؟ والله لغاية الآن يمكن من 3 إلى 5 مباريات حيلعبها. مع مين؟ لسه ما تحددت، بس هو طالب كم فرقه ولسه. انت شايف مؤخرا اصلا ارتفع الطموحات ارتفعت، والفرقه اللي صارت تجي قويه يعني. ايوه لازم 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 الان يعني شوف الطموح في للنادي الوحده الان لازم يكون كبير، لانه كبير. النادي كبير ومكه تستاهل انها. النادي الكبيره صارت طموحتها يعني مره عاليه. ايوه فاحنا لازم يكون لازم يكون كذا طموحنا. أيوة. عالي، وحتى اللاعب اللي بنستقطبه لنادي الوحده لازم يعرف هو جاي في يلعب في مين، في نادي كبير ومنطقه كبيره، لازم يؤدي كل ما عنده. طموحنا ان شاء الله اكبر وهدفنا اكبر وربنا يعين ان شاء الله. جميل. سيد هشام، خلينا نعود معك لنقطه مهمه جدا، ودائما كل ما اتابعك كل ما انه انت دائما تركز على نقطه اعضاء الشرف، ودائما انت تردد بدعم اعضاء الشرف، ودائما انت تتمنى وقفتهم، ايش اللي صاير؟ شوف احنا لما استلمنا الاداره السنه هذه، طبعا المجتمع المكي كله والوسط الرياضي يعرف انه نادي الوحده في ازمه ماليه خانقه كانت. كانت 37 مليون. يعني احنا في الجمعيه العموميه قالوا لنا 27 مليون الديون.
لكن لما استلمنا النادي الواقع يقول أكثر من كذا، وصلت ل 37 وصلت تقريبا لهذا المبلغ. طيب زائدا انه احنا ما عندنا اي مستندات رسميه على هذه الديون، لانه كانت في مشكله في الاداره السابقه، وجات رعايه الشباب كونت لجنه وتجمعت كراتين وتغلفت الاوراق، فما عندنا اي مستندات، فاضطرينا نمشي على اللي يجينا من الواقع اللي موجود. 37 مليون تقريبا احنا سددنا منها حوالي 20 مليون 22 مليون الحمد لله. فاعضاء الشرف خلينا نرجع لهم ثاني، يعني انا استغرب يعني بعدهم عن نادي الوحده بالطريقه هذه. الان النادي الحمد لله السنه هذه تحققت فيه انجازات كبيره، يمكن انتم تكونوا اول ناس او البرنامج عندكم يعرف الانجازات اللي تحققت في نادي الوحده. احنا ما حبينا نطلعها في الفتره السابقه، وجبنا الله يسعدك، على اساس انه انين ننتهي الموسم والناس تطمئن على النادي الوحده. يعني الحمد لله فريق الشباب صعد للممتاز بعد ما نزل العام الماضي، فريق الأولمبي أربع سنين في درجة أولى صعد السنة، كانوا موجودين يعني على نفس الكرسي الموجود. نعم صحيح. الفريق الأول الحمد لله بقى في دوري جميل وفي مركز وسط. ألعاب القوة في النادي 13 سنة في درجة أولى صعدت السنة، إحنا أبطال المملكة في تقريبا 6 أو 4 أو 5 لعبات السنة. عندنا الكابتن سلمان الحمد ولد الحماد الآن هو السعودي الوحيد المشارك في الأولمبياد، جايبين سادس على مستوى العالم في المصارعة الرومانية. المسؤولية الثقافية والاجتماعية في نادي الوحدة الحمد لله الآن احنا عملنا شراكات كثير مع مراكز الأحياء، مع إدارة التعليم، مع الشرطة، مع ففي النادي الآن بدأت فيه أشياء كثيرة الحمد لله أنجزت. عملنا مدرسة كروية وأكاديمية في النادي من سن 8 سنين إلى سن 14 سنة، هذه بأجهزتها الفنية بفرقها بكل حاجة الحمد لله. احنا يعني كان معانا موجود هنا احد اعضاء للشرف وقال انه توجه الادارة انه يكون في الفئات السنية المدربين كلهم وطنيين. ايه احنا عندنا الان النسبة حقت الوطنيين اكثر من 80%، وبنهدف انه احنا نستقطبها نكملها في 100%، بس بندور على الكوادر الكفؤة. يعني انت في هذه صحيح. الفئات السنية تحتاج الوقت، محتاج المدرب الكفؤ، المدرب المؤهل اللي عنده خبره واللي عنده شهادات. يعني انا من اهدافنا في نادي الوحده نبعد عن العاطفه، يعني ما نبغى عاطفه والله قريب. اذا المدرب الكوف يعني ما في مدربين مثلا وطنيين، ما وجدت واحد يرتقي لتطلعاتكم في المرحله الجايه، حيكون في مدرب اجنبي؟ ايوه عندنا موجود الان في الفئات السنيه في مدربين اجانب. أيوة واذا ما وجدنا حنجيب طبعا. خلينا نعود للانجازات، انه ذكرت حيو كان في يعني اشياء مشرفه لاهل مكه والمكه بالانجازات اللي انت ذكرتها، لكن في بعض الالعاب ممكن ما كانت منافسه، يعني هل انتم ولتوم اهتمام اكبر ولا كان في يعني اهتمام؟ يعني صح الطائره كان فريق منافس وحقق العام بطوله النخبه امام يعني الهلال والاهلي والاتحاد، والسنه كان بينافس فريق الطائره صحيح. على النخبه وحقق المركز الثالث. فريق اليد طبعا هذا وضعه استثنائي كان في النادي، لانه عنده للاسف جينا لقينا القاعده حقت الناشئين والشباب ما فيها لعيبه، يعني عشان هي تدعم الفريق ما كان في اهتمام بهذه ايش سويته الفئتين. الان بدانا نشتغل عليهم. الفرقه الاساسيه حقت الفريق الاول حقت كره اليد عندنا منع من الاتحاد السعودي بالتعاقد مع اي لاعب اجنبي لكره اليد، لانه في مشاكل من الادارات السابقه في استحقاقات للعيبه. اضطرينا نجتمع مع لعيبه اليدها الموجوده الحاليه وبدانا نشتغل معهم بالعامل النفسي والمادي، والحمد لله يعني حققوا نتائج برغم الظروف السيئه اللي هم اللي احنا عاشوا فيها اللي كانت معاهم، لكن انا اشكرهم على اللي حققوه. يمكن مركز سابع ثامن الان في مستوى ظروف، يعني حتى الاهلي النادي الاهلي بطل في كمان زينا في كره اليد برضه السنه ظروفه كانت زينا احنا. جميل. طيب على طاري الظروف الان، يعني انت سددت 20 مليون من الديون واعضاء المجلس، باقي 17 مليون ريال. نعم. كيف حتسددوها؟ حتتسدد ان شاء الله. نتمنى وقفة الأعضاء الشرف ورجال مكة معنا، إذا ما وقفوا في لنا كذا يعني في كذا حلول موجودة قدامنا. جميل. إيه. جميل. طيب تكلمنا عن الجهاز الفني وكذا، نتكلم عن اللاعبين كمان الأجانب. قلنا إنه المدرب الوطني اللاعب الأجانب ايش حيكون وضعهم؟ الكابتن جهاد القادم من باقي من هيتغير؟ من الموجودين حاليا حيكون مستمر معنا إن شاء الله الكابتن جهاد الباعور. وجددته معاه سنة. سنتين ان شاء الله. يعني في مصادر قالت ده الكلام معناها صح، الكلام اللي قالته المصادر اللي هي الصحفيه برضو انه مصادر البعور وانيما ليما هذول تجدد معاهم يعني خلاص.
هذا أعلننا عنه يعني جاء الباعور وليمه، وفي لاعبين اثنين أجانب المدرب بيعمل مقارنات بينهم، احتمال يكونوا من اللعيبة الأجانب اللي لعبوا السنة هذه في الدوري السعودي أو استقطابات جديدة. طيب هذا على الجانب الأجنبي، الجانب المحلي أي فريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه في 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 أي مركز سواء الحراسة الدفاع الهجوم يحتاج إلى محليين، حتى لو نتكلم عن دكة البدلاء أنظاركم اليوم على مين لتدعيم الفريق الأول من المحليين؟ على 12 لاعب في الدوري السعودي أغلبهم من نجران؟ لا لا مش مسلم، من جميع ما تتخيل من الأندية السعودية إن شاء الله. طيب طيب المختار؟ مختار مين؟ مختار فلاتة. إيش به؟ البعض والكثير تحدث منه قريب من نادي الوحدة. نتمنى إن شاء الله محمد نور. نتمنى أكيد، بس إنه عايد يتكلم. هذا ولد من أبناء النادي، يعني هذا ولد من أبناء مكة، إذا كان الله وفق وجاء في نادي الوحدة. طيب أنتوا كان في من قبلكم تحركات؟ لا لا ما في شيء نهائيا، ما في شيء. بالنسبة يعني لمحمد نور كابتن محمد نور الوحدة لا لا نهائيا. يشرفنا برضو كابتن ولد مكة بس أبدا ما في. المدرب شوفي مدربنا فكرته إنه هو بيحاول يعني يحب يلعب دائما بالعمارة الصغيرة. يعني انت تلاحظ فريق الوحده كله متوسط اعمارهم 21 22 سنه. جميل. ايه طيب البعض يعني غياب فواز الفهمي الحارس، احمد الفهمي عفوا ما يعني ما جاء رد مباشر لانه غياب، انه غاب فجاه بعد ممكن تدني مستواه في مباراه تقريبا التعاون ايوه، وكان كثير حملوا اخطاء المباراه وسحب على النادي. انتوا كيف تعاملتوا؟ والله ما يعني انت شوف اللاعب عنده ظرف شخصي من النادي، اول شخصي هو بقول لك، وبعدين مع النادي عنده في شويه مشاكل كده بسيطه، فاضطر انه هو يبعد، قال انا ما اقدر اكمل الموسم. احترمنا قراره. طيب مستحق الرواتب هل هي ماشيه؟ في نظام في الاحتراف، يعني انت هذا لاعب محترف زي انت لما تكون موظف في لك حقوق وعليك عليك واجبات ايه، فهذا حيطبق مع الاحتراف زيه زي اي لاعب، يعني ما فيها تاخذ حقك والنادي حياخذ حقه. ها جميل. طيب خلينا يعني نزرع يعني نعود للب اللاعبين علي عواجل، كثير يتحدث ومن تقريبا من الدور الاول والكل يتحدث منه هو رايح للاهلي، هو رايح للاتحاد، هشام مرسي يتمنى ان هو يروح الاهلي. أيوة. واعضاء المجلس لا هم يتمنوا يروح الاتحاد، وجاكم فاكس من نادي الاتحاد وانتم ما رديتوا على هذا الفاكس. خلينا نكون في هذا الموضوع صريحين جدا. كابتن علي عواجل من الركائز الاساسيه في الفرقه، تمام؟ كابتن علي عواجل جات له في الشتويه عروض، ما يعني عرض واحد فقط من النادي الاهلي ومن عضو شرف من النادي الاهلي، مش من اداره النادي يعني الاهلي. مو رسمي؟ لا خلينا اكلمك الكلام عشان تكون الصوره واضحه. جميل. فطبعا احنا في الفتره ديك يعني لازم من اجتمعنا كمجلس اداره، طلبتهم وقلت لهم انا بلغني فلان الفلاني ايش رايكم، الكل اعترض على بيعه في ذاك الوقت وقفلنا الموضوع انتهى. يعني هم لو ما اعترضوا وافقوا ممكن حتبيعوا؟ ايوه، لا حتى لو المجلس وافق والمدرب موافق ابيعه. طيب تفضل. فجينا في الفتره هذه الثانيه دحين برضو ما حد اتكلم عن الكابتن على العواجي غير النادي الاتحاد، ارسل فاكس، وطبعا فاكس فعلا ارسل فاكس. ايوه جاء فاكس رسمي بيتكلموا على مبلغ 14 مليون وعلى 5 دفع. يعني وشايف انه قليل؟ غير قليل، انت بتتعامل على 5 دفعات مع يعني مع متى؟ احترام الوضع المادي الان في كل الانديه السعوديه صعب. انك انت تستنى 5 سنين وافضل انا اجري، ويعني شقيقنا نادي الاتحاد شايفين احنا الديون الكبيره عليه، فطبعا العرض هذا تركن. اي احد يبغى العواجي او يبغى لاعب، انا اشوف كده من وجهه نظري انا في اي نادي سعودي، لو انا الرئيس كمان مش بس الوحده، اي نادي يجيني احد يبغى اللاعب يا يدفعوا فلوسه كاش يا ما بلاش يخليه قاعد عندي. طيب انت اكيد حاط في بالك انه مبلغ معين اذا وصلني هذا المبلغ ممكن هذا ابيع. هو يقصد تحديدا على علي عواجي يعني. انا اتكلم لك على علي عواجي، لو في الفتره اللي فيها كانت الانديه الوضع المادي حقهم قوي، انا علي عواجي اتوقع يوصل 25 28 مليون. والانديه الحين صارت الانديه كبيره صارت تاخذ قروض يعني. ايوه فالوضع الان يعني السوق ميت من 15 18 مليون، هذه القيمة المالية حقت علي عواجي في السوق الحالي. طيب كم باقي من عقده معاكم؟ سنتين لسه. اها جميل. سنتين. طيب خلينا يعني نعود معاك لنقطة مهمة وهي تدعيم الشباب، وشاهدنا بالذات في الفترة الثانية. ترى خليني أكمل لك علي عواجي عشان الموضوع يكون مقفول تماما. تقفلوا نهائيا. ايوه ايوه.
علي عواجي احنا لنا فتره بنتكلم معه على اساس تعديل عقده وزياده المده، فاللاعب لغايه الان ما رد علينا. وطبعا في برضو اسمع انه كلام مع اللاعب نفسه او مع وكيله انه على انه جاته عروض ومش عارفه. طبعا احنا حنجلس مع اللاعب مرتين وثلاثه نشوف ايش الهدف حقه. اذا في مصلحه النادي واعضاء الشرف تراوا، لانه عندنا اجتماع يوم الاحد القادم مع اعضاء الشرف لمناقشه موضوع، يعني مواضيع كثيره، مواضيع كثيره من ضمنها علي عواجي، انه لازم انت دحين في زمن احتراف والنادي يحتاج ايضا فلوس. لا سيبك انا من كلمه النادي يحتاج فلوس، هذا موضوع ثاني. احنا المصادر ممكن تتدبر كثير فلوس، لكن احنا نتكلم مصلحه نادي الوحده. مصلحه نادي الوحده الان اللاعب محترف، اذا انتهى عقده حيروح منك ببلاش وانت تتفرج عليه، وانت ما استفدت، ما تقدر تستفيد ولا ريال واحد. حلو، هذا شيء مره مهم، الناس ما تعرف. أيوة، الناس لازم تستغرب ان الانديه تبيع اللعيبه. ايوه يعني احنا دحين كلنا في الانديه صرنا بنتشاطر على بعضنا، انا استنى لاعب لاخر سنه وخلاص بعد كده اجي اخذه مجانا عشان ما النادي ده يستفيد. فانا لا، اذا لاعب ما يبغى يمدد عقده معايا وما يبغى يجلس في نادي الوحده وشايف انه في عرض انا استفيد منه في نادي الوحده او في اي نادي تان، فلا بد انه يتم البيع حقه. جميل، انت ذكرت لي نقطه مهمه استاذ هشام، هي رغبه اللاعب، وهذا مهم جدا. أيوة، انت فين شايف رغبه علي عواجي بالامانه؟ عدم البقاء نهائيا. ايه حتى الموسم الجاي، وانت مقدر يمكن هذا الموضوع، لانه يعني انه اكيد هو بما انه انت قلت وصل مرحله الاحتراف، اتمنى يعني بصراحه انه فريق انجازاته اكبر ينتقل. إيه يعني هو طموح اللاعب، شوفي اللاعب. أيوة، اللاعب قدم للنادي كثير وطموحه كبير، انه بده يدخل يلعب مع فريق عشان يلعب في اسيويه، بطوله اسيويه. أيوة، يدخل يعني هذا من حقه، المشروع ما حد يقدر يتكلم فيه. واللاعب خلاص يعني اذا ما انت راعيت ظروفه وطلبه مش حيفيدك في الفرقه. يعني احنا في الفتره الشتويه الثانيه الدور الثاني وبدانا مسارات المفاوضات حقت الاهلي ولا غيره وغير، اللاعب تشوش فكريا في اربع خمس مباريات كان مستواه هابط. جميل، فلازم الجماهير خلاص تعي انه في شيء اسمه احتراف ونظام. اليوم اللاعب عندك، بكره عند الثاني، انت تجيب هي كده، ما عاد في شيء اسمه تفريط وما تفريط ولا ورغبه اللاعب. لازم نتعلم الثقافه الاحترافيه، لازم نتعلمها خلاص. يعني العاطفه، ما عاد في عاطفه في الكوره، العاطفه انت بس كمشجع. لانه هذا موقف بيتكرر معاكم كثير استاذ عريف، مع الانديه كلها ترى. يعني انت دحين شو مع الوحده بالذات كمان كثير، خاصه هم قلت لك انا 30% دول بيكبروا مساله الوحده اكثر. يعني انت دحين ما انت سامع عن تعاقدات فهد المولد مثلا مع الاهلي، تسمع سامع مفاوضات هذه الاشياء. ليه ما فيش الهوجة الإعلامية؟ لأنه في أكثر من لاعب بنفس الجودة بنفس الكفاءة. والوحدة ترى ما فيها. طيب أنتوا عندكم لعيبة معارين من أندية ثانية، إيش حيصير فيهم؟ يعني هل في ناس حتتعاقدوا معاهم، ناس حينتقلوا لكم، حتمددوا الإعارة، إيش اللي حيصير؟ إيه في ناس حيمشوا وفي ناس مين اللي ماشي؟ لسه التقرير ما وضع. لسه. طيب خلينا نقفل موضوع علي عواجي. نعم. ويرتاح راسك على قولتك. ايه. فين شايف فين رايح الأقرب؟ هو علي عواجي. مهم شوف. اولا في يعني سبب النقطتين مهمه. النقطه الاولى مصلحه نادي الوحده، الموضوع مادي، الموضوع المادي اذا. النقطه الثانيه رغبه اللاعب، يعني هو اللاعب المهم. يعني انا ممكن يجي له عرض من اي نادي، نادي سين بمبلغ كبير، ويجي له عرض من نادي ده باقل، بس ما بيروح هنا، بيروح هنا. فما انت ما تقدر تقول للاعب الا تجبر عليه. هو ميال للاتحاد اكثر بصراحه؟ لا، الاهلي ما ادري والله. طيب ماشي. طيب جميل استاذ هشام، خلينا نعود ايضا لنقطه مهمه، موضوع الجماهير. كثير حقيقه الجماهير عتبانه على النادي، وشاهدنا ان انتم سواء في المركز الاعلامي او من اعضاء مجلس اداره او ايضا دائما انتم تنددون ب يعني نتمنى انه الجماهير توقف معنا، نتمنى الجماهير تحضر. يعني ايش انت شايف السبب انه البعد الجماهيري هذا؟ لكنه في مواقع التواصل في البرامج تحصل دائما هي تناشد، دائما هي رغم يعني حضرتك من اول الحلقه صريح معنا مره، يعني اليوم ما صراحه اعطيتنا وجهات نظر كذا اي دقيقه. فالعزوف الجماهيري، وانت بصراحه كيف تشوف ليش ايش الاسباب بصراحه الحقيقه؟ ما اعرف انا يعني ايش سبب. يعني خلاص قلنا اعضاء الشرف وتجار مكه يمكن ما يعرفوا هشام مرسي ولا ادارته لهم يعني في توجيه ماشي، لكن انت كمشجع الان ناديك، انت بتشجع نادي كيان، ما بتشجع هشام مرسي ولا تشجع اداره ولا. تمام، هذا واحد. نتائج فريقك الحمد لله كويسه، وانت لما حضورك في الملعب بعد الله سبحانه وتعالى
حيرفع الروح المعنوية للفريق وحيفيد الفريق. لكن العسوف هذا أنا أنت بتقول لي عتبانين، نفسي أعرف إيش عتبهم. النادي ماشي كويس، الفرق. لا بس انه انا نقطه عتبهم انه يعني متاملين من خلال التعاقدات الجميله، من خلال يعني اللاعبين المحليين حقيقه الانديه طمعانه فيهم كثير. يعني ليش انتم تحطونا في موقف محرج انه احنا قلقانين في كل مباراه، نتمنى ان احنا نجمع نقطه عشان انه مهددين بالهبوط؟ يعني ما اتمنى، ما يعني ما تعودنا يعني للوحده. يعني انت تتوقع انه اي نادي سعودي بيدخل المباراه ضامن فوز؟ مو ضامن، بس انتم يعني وضعتوا، يعني اسمح لي الصراحه، وضعتوا نفسك في موقف محرج، وكنا متاملين يعني الجمهور كان متامل كثير. ايش هو الموقف؟ انه انتم وضعتوا نفسكم انه في الهبوط. لا لا لا، شوف احنا من اول الموسم يعني كان نادي الوحده تعرفت اول اللقاء قلت انه كنتوا في البدايه في كان في يعني تكسير منكم، كان في ايه؟ تكسير منكم في البدايه في تعاقدات. انا قلت لك انا قلت لك في تعاقدات من اللعيبه الاجانب يمكن هذا اللي مزعل الناس. ايه يعني لا هذه شوفي شغله التعاقدات هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. صحيح. يعني انت ممكن تجيب اسم كبير وما يتوفق وما يتوفق عندك في النادي. يعني احنا جبنا الكابتن زهير الزهدي، كابتن ما عليه اي خلاف وكابتن كبير في افريقيا وفي منتخب افريقيا تونس، بس ما انسجم مع الفرقه، ما توفق مع الفرقه، فهمتي؟ لكن هي انت بتتكلم، انا لما بقول لك انا معترف على تعاقدي مع لوكاس المهاجم هذا انا اتحمله. ليش؟ لاني اول حاجه كان الوقت ضيق وانا اتسرعت كثير في تعاقدي معه، بس كان لابد ان انا اتعاقد معه برغم انه التاريخ حق اللاعب كان إشفع لك انك تتعاقد معه، لكن برضو ما توفى. هذه اللي انا بقول لك عليها. والله استاذ هشام انت لقائك اليوم خطير، يعني انت جالس تقول كلام جدا مهم. هذه حقيقه يعني، ما يبغى لها لف، انا حقيقه يعني انت بتتكلم على حقائق. صحيح. احنا لما جينا التعاقد مع لوكاس المهاجم انا ما كنت حتعاقد مع مهاجم اجنبي، كان بكل صراحه لانه كان عندنا الكابتن موسى مدخلي مهاجم ومعنا واحد تعرض لاصابه، لكن قبل انتهاء الفتره اتعرض يعني لرباط صليبي، فاضطرينا احنا كان الوقت ضيق ما باقي الا ثلاثة ايام. توصيه من الجهاز الفني؟ ها؟ كانت توصيه؟ على مين؟ على التعاقد المدرب اللي بدل موسى؟ بدل اللاعب بدل موسى؟ لا 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 لا، ما قلت لك انا انه كانت الفتره ضيقه فكنا بنحاول نجيب اي لعيبه، فكان الاجهز هو هذا لوكاس. وحتى التحق بالمعسكر اللي كانوا في مصر. التحق ولعب معنا اول مباريات مصر وكان مقدم مستويات كويسه يعني، لكن جاء هنا سبحان الله ما عاد قادر يتكيف مع الفرقه ولا يعني، فخلاص هو توفيق من الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم، ما يتلام اللاعب يعني. طيب انتم كيف حتحلوا موضوع العزوف الجماهيري اليوم؟ يعني ايا كانت الاسباب، حتى لو حضرتك فاهمها او لا، وهم في عتب واضح او غير واضح، بس لازم المشكله تنحل، لانه عزوف جماهيري اكيد هو حتى بيضايق اللعيبه، يعني يخلي اللاعب ينفر من النادي لو كان لاعب قوي ويروح لنادي جمهور وفي اكثر واكبر، ويعني في المباريات يرفع من معنوياته. احنا نقول لما انت نقول انا عتبان عليك او عتبان عليه، لازم اكون موضح لك ايش سبب العتب. خلاص السبب مو واضح يعني، يعني هذا للاسف. فكيف حتعالجوا المشكله؟ ما في معالجه، انت المعالجه الان انك انت تحضر في النادي. طيب هي مي معالجه، موضوع ترغيب. شاهد بعض الانديه تقدم تذاكر مجانيه مثلا، تقدم مثلا الاشياء يعني مغريه لهم في اثناء المباراه، هذا انت تشوفه حل؟ والله شوف هو حل ومو حل. عطنا ليش حل وليش مو حل. مو حل لانك انت المفروض كمشجع بتخسر النادي. ليش؟ لانه انا لما ادخن مجانا انا بادفع فلوس مصاريف المباراه هذه، عندي تكاليف المباراة حقت حكام ومنظمين ومش عارف ايه، بدفع في المباراة أكثر من 20-30 ألف ريال من جيبك الشخصي حكم بتدفعها. فما من كده ما هي حلوة. والشيء الثاني أنت حضورك بيدعم النادي، يعني أنت العشرة ريال أو العشرين ريال اللي بتدفعها بيدعم ناديك اللي أنت بتشجعه. يعني مو معقول انت اللعيبه والاداره والدنيا دي بتشتغل تكون انت تبخل عليها في 20 ريال. يعني المشجع عضو شرف صغير. بالضبط. يعني هو لازم يفهم المشجع انه هو مساهم في عمليه تطوير النادي وعمل النادي واستمرار النادي بهذا المبلغ البسيط. يعني انت تقول لي العزوف الجماهير وعتب، انت ايش تبغى جمهور الوحداوي اللي ما بتحضر؟ لكن في ناس اللي بتحضر هذول لهم كل التقدير وكل الاحترام وعلى راسنا من فوق، لانهم صراحه قدموا لنا اشياء يشكروا عليها. صحيح. احنا عملنا تذاكر مجانيه، برعنا ب 3000 تذكره ما حضروا الجمهور. اوف. اكلمك بكل امانه. عملنا تخفيض ب 10 ريال التذكره، يعني في جميع المباريات في اي دوري سعودي كلها 35-45 10 ريال 50 حتى 10 ريال ما حضرت الجماهير. عملنا باصات.
عارف استاذ هشام في كمان حاجه ملحوظه مره انه نادي الوحده مع يعني مو كبار السن اللي هم متوسطين العمر وكذا والاكبر حتى لو عندهم انديه ثانيه يفضلوها لانه الوحده اساس يعني المركز الاول لكن يجي للشباب الصغار بصراحه كل واحد منهم متوجه لاحد الانديه الكبيره كذا اللي الان يعني ضاربه وكثير بتعمل انجازات ويشجعوها تماما يعني حتى ما عندهم خلفيه عن الوحده وانجازات الوحده مشاكل الوحده يعني ما عندهم معلومات اصلا عن الفريق ولا يهمهم يعرفوا انتوا كيف ممكن تتقربوا من هذه الفئه؟ حنقربها عن طريق الهوى والهويه اللي هو الشباب مكه احنا نتكلم عن شباب مكه إيه؟ احنا نتكلم على اهل مكه خلينا الان جميل في انا بقول بالوسط والان احنا في النادي بنشتغل على هذه النقطتين الهوى والهويه الهوى انه انت من اهل مكه من زي ما تفضلت الشباب هذول الصغار هذول يروح يعشق شايف النادي حقق بطولات سي من النادي بيجروا معاه عشان يحقق انجازات أيوة. فهذا الهوى لكن هو الهويه حقته وحده مكاويه هنا فاحنا بنلعب على هذا الموضوع هو كنت ما اقول لمكه وللنادي الوحده اللي فوق الشباب هذول الصغار اي احد في مكه بيشجع اي نادي برضه بيشجع نادي الوحده ايوه هو نازل. الاساس أساساً هو الاساس كده. هم ما عندهم هذه الثقافه ايوه فاحنا الان الدور توقيع الاشتراكيات مع اداره التعليم والاشياء دي كلها هذا هو دورنا الان السنه هذه انه احنا بنوصل للمدارس بنراقب الشباب ايش تاريخ الوحده ايش هي الوحده بنعمل لهم رحلات مدرسيه في النادي في الصباح عشان يشوفوا نادي الوحده على الاقل نزرع فيهم شويه حبهم لمكه وللوحده هم طبعا ان شاء الله حبوا مكه بس الوحده هم ايش يقدروا يعرفوا عنه اكثر واكثر يصير في علاقه عاطفيه يعني بينهم وبين أيوة النادي انه يصيروا عاطفيين هم ميالين للنادي ودعم بالولاد يعني انا اولادي انا أيوة. شخصيا اولادي اللي يشجع نادي سين ولا لكن لما تيجي مباراه الوحده تلاقي الكل مع الوحده جميل أيوة. يعني حتى ولدي الصغير يعني بيشجع نادي لكن لما نيجي مع الوحده مباراه الوحده تلاقيه مركز مع الوحده خلاص وحده طب خلينا نختم يعني محور الجمهور كثير من الأندية يعني تستخدم اللي هي الصفقات الإعلامية الأسماء الكبيرة زي ما ذكرت يعني اللي صرحت عليك أول أنه استقطاب محمد نور البعض يرى أنه يعني شيء من استقطاب الجمهور أنه لما نجي مشجع يشوف مثل محمد نور لابس قميص الوحدة ويلعب مو تكسير في مو تكسير في اللاعب الثاني لكن تفهم سؤالي يكون في هناك جذب للجمهور بهذه الصفقات الإعلامية تؤمن بها؟ إيه طبعا وإحنا عشان كده بنشتغل بقول لك في عندنا 12 صفقة منها 3 أو 4 صفقات شو ايوه جميل اعطينا واحده منها لا ما هي وضحت هي وضحت ان شاء الله لا ما هي طيب من ننتقل من دعم الجمهور لدعم اعضاء الشرف كمان هذا سؤال مهم يعني مين من اعضاء الشرف بصراحه اهم اعضاء الشرف اللي داعمين النادي بقوه يعني في الفتره اللي راحت ايش قدموا لهم ايوه وايش بيقدموا لكم وبصراحه قديش غطوا لك من هذه الديون شوف احنا في لازم نمشي على شقين في شيء اسمه دعم وفي شيء اسمه تبرع مكافآت ايوه قول لنا عنها ايش الفرق بينها معلش انا اقول لك التبرع المكافآت هذه في مباريات الفوز هذه أيوة. احنا يعني زي يعني تحفيز للعيبه تحفيز للعيبه هذه أيوة. السيد جمال متبرع بمكافآت فوز الفريق في مكه السيد جمال تونسي معالي السفير الطيب برضه في مكافآت فوز بيجمع من عنده من بعض اعضاء الشرف في بعض الاخ حازم اللي احيانا يتبرع بمكافآت فوز في يعني كذا شخصيه وصالح المطرفي وفي منتديات يعني في جروبات في الواتساب كل جروب في كل مباراه يجمعوا من نفسهم مبالغ ويرسلوا دعم المكافاه ممكن توصل قديش هذه المبالغ توصل حاليا ل 130 الف الجروب فشيء جميل يعني عارفه وهذه بتشتغل عليه لكن نيجي كدعم الدعم من اعضاء الشرف للاسف ما في الا شخصيتين يعني اللي دعمتنا في نادي الوحده في شخصيه في مكه وشخصيه في خليني نقول اساميهم ولا كان في تحفظ لا ما يبغوا اساميهم ما يبغوا يقول اساميهم طيب بكم دعموك؟ بصراحه كم؟ اقول لك انا صراحه حوالي 2,100,000 2,200,000 هذا كل الدعم اللي دخل نادي الوحده ايوه من ال 37 مليون اللي نعم جميل ما شاء الله طيب الموسم انتهى بخيره بشره نعم في جلسه الان ايش اهدافكم اهم الاهداف اللي انتم حابين توصلوا لها الموسم القادم هل في طمع انه تحققون بطوله يعني مو عيب احنا العام شاهدنا نادي التعاون قبل العام انه كان نادي يعني مو بالنادي اللي شاهدناه هذا الموسم فاجأ الجميع كان ينافس ايضا على الدوري كان وصل لمراحل جيده ايش الاهداف اللي انتم حاطينها للموسم القادم قلت لك انا اعيد واكرر لك الاهداف حقتنا احنا الان المنافسه في كل البطولات فقط
ما عندنا اي كلام ثاني. موضوع البقاء خلاص نحط عليه اكس. لن اسمح اسمع هذه ثاني، حتى اي معلش اي صحفي حيكلمني يقول لي بقاء مش حرد عليه. لا يحق لك هو صح. مش حرد عليه لانه صح. لازم غير الثقافه هذه. صح. لازم نغير الثقافه. مهم البقاء، المهم ان انا انافس واكون على قدر احنا يعني حتى صح. التوجه الان ما بين الاداره والجهاز الفني والاداري في الفرقه تغيير مفهوم اللاعب، حتى اللاعب الجديد اللي يجي في الوحده لازم يدرس تاريخ الوحده ويعرف ايش الوحده وايش الاهداف هذه اللي احنا نبغاها. جميل. الميزانية اللي كانت معكم الموسم الماضي كم كانت تقريبا؟ حوالي 45 مليون. والموسم الجاي إن شاء الله؟ برضو حتكون في هذا الحدود. طيب كلمتني عن أعضاء الشرف عشان كمان نختم هذا الجانب. أعضاء الشرف قلت لي أنه يعني بصراحة مو الكل كانوا داعمين بشكل قوي، عشان تجمع شمل أعضاء الشرف عشان تحفزهم أنه يكونوا زي بعض تنافسوا في موضوع الدعم خاصة الدعم المادي. ايه. ايش خطتك؟ احنا خلينا نقول انه ما في دعم. يعني عشان انا ترى صريح جدا. هذا بداية الموسم ولا الى نهاية الموسم؟ الى يومك هذا ما في دعم. من اي عضو شرف في نادي الوحدة. غير قلت لنا عضوين وما حكيتكم عليها في فيسبوك. طيب انتم من فين جبتوا ال 20 مليون اللي قلت لنا عنها؟ يعني مش بس 20 مليون، انت كمان احنا بنصرف اسبوعيا. هذه ديون فقط 20 مليون. هذه ديون لا سددت. انت قلت 37 مليون منها سددتوا 20. 20 سددت واحنا بندفع أسبوعيا من 70 إلى 100 ألف مصاريف رحلات فرق في الأسبوع إعاشات وسفر. هذه كلها من فين؟ من فين بتغطي؟ إحنا جينا لقينا النادي الـ 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 العاملين في النادي عندهم متأخرات 13 راتب، اللعيبة عندهم 9 رواتب. طب أستاذ هشام هذه كلها سديناها. إحنا اللعيبة باقي لهم 4 شهور من غير الثمانية مع الفترة حقتنا دي 10 شهور من 18 شهر يعني سدد لهم حوالي 14 15 شهر. طيب اذا من فين بتغطي انت؟ حتى الجروبات قلت لي انه اذا يعني ماكسيموم توصل 130 الف يجمعوا، يعني لو قلنا 5 6 جروبات حتوصل 600 700 الف، انت بتتكلم عن ملايين، فمن فين بتغطوا بصراحه؟ انا ما احب اقول اتكلم في موضوع من فين كيف اشتغل. لا لازم نعرف. لا لا مو معليش انا يعني دائما الناس في المقابلات او دا يجي يقول لك الفلوس ايش حتسوي من فين حتجيب، انت ما معليش انت فكر في العمل وفكر في النتيجه اللي بتحصل عليها. لا تدخل في التفاصيل لانه الجمهور احنا سنة هذا. انا اقول لك ليش؟ لانه احيانا انا طريقة في شفافيه كبيره بين النادي ورئاسه النادي في كل حاجه انا شفاف في كل التفاصيل في كل يعرفوها حاجة. هم اكيد يحبوا يعرفوا كيف انه النادي بيغطي في كل حاجه مصاريف. انا شفاف لكن كيف بسير النادي وكيف بصرف الامور الماديه هذه من يعني من اموري انا الشخصيه ما احب اطلعها. طيب. يعني انا عارف كيف بتمشي وكيف بتتصرف من هنا وكيف بتتدبر من هنا وكيف تمشي من هنا، مش حقول انا قد ما حاولوا صاحبين يسالوني يعني. انت ايش دفعت ولا ما دفعت؟ اعتبروني انا ما دفعت ريال واحد، لكن امور نادي الوحده ماشيه، هذا المهم اللي عندنا. طيب اعضاء الشرف قلنا انه نلمهم على بعض كيف يعني؟ احنا شوفي بعد نهايه الموسم هذا يعني اكلمك بصراحه في تحركات قويه جدا. استقطاب اعضاء شرف جدد. قويه جدا، تحركات من جدد اعضاء شرف ومن القدامى. وهذا يعني شيء يبعث التفاؤل. انه في بدات الناس تتحرك وحتسمعوا في اجتماعات قريبه يعني يمكن في الشهر هذا حتكون في 3-4 اجتماعات لاعضاء شرف. طيب بس نعود لجزئيه مهمه. في تقريبا جات في فتره يمكن 3 أيام او يومين كان اللاعبين زعلانين بتاخر الرواتب وكان جايين يوقعون ويمشوا. فين ده؟ في نادي الوحده. لا 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 قبل 3-4 ايام. لا 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 اقصد جات فتره يومين. أيوة. تقريبا لا هي مش كده، هي دائما يعني زي ما يقولوا في اي في اي مجال او في حاجه تلاقي في 3-4 انفار هذول هم الشرسين. ايوه سوسه. اي بالضبط. احنا يعني قصينا هذول وهذول الـ3-4 الانفار هم اللي كانوا والشباب زي ما قلت لك انا الصغار عندنا دول اعمارهم صغيره لكن لما قصيناهم مشت الامور وانحلت الحمد لله. قصيناهم يعني انهينا عقودهم وكذا او عاقبناهم. انهينا عقودهم. اي لاعب شوفه في نادي الوحده لابد يعرف انه هو بيمثل كيان كبير. صحيح. لن اسمح لاي واحد يتجاوز في نادي الوحده خاصه هو النادي المقابل الوحيد. اي لاعب يغلط غلطه كبيره اخلاقيه مش بس يعني في ملفاظ في غيره ما له مكان في نادي الوحده. شغال. طيب بعد ما تعاملتوا معه ايش كانت رده فعله؟ النتائج. شفت النتائج كيف؟ لانه اللعيبه بدات تفهم، بدات تستوعب، قعدنا نهرج معاهم وعرفوا ايش، وشافوا يعني اللاعب مش جاهل، شاف الوضع العام في الرياضه السعوديه كيف المشاكل الماديه وفي كل الانديه، فخلاص استوعب الدرس، وبدات المكافآت تعوضهم شويه شويه مع تسديد الرواتب. جميل.
مستقبل، يعني انت شايف انه هذا حل وصارم في نفس الوقت؟ ايوه، لا ومن الحلول، انت كمان عشان تحقق اللي انت تبغاه في المنافسه او يكون فريقك مستواه كويس، من اهدافنا ان شاء الله في مجلس الاداره باذن الله، الله كتب لنا عمر، انه احنا نحاول الموسم القادم باذن الله ندخل ما علينا ديون ان شاء الله. يعني انا افهم من كلامك انه انت باقي الموسم القادم. انا باقي فتره الدوره حقتي كامله 4 سنين نهائيا، باقي صحيح. حتى لو ما في فلوس، حتى لو انت جزت طالع، حتى لو ايش، لاني في اهداف في نادي الوحده لازم تحققها، لازم احققها. لانه انا جاي من المدرج الوحداوي، يعني انا مشجع، كنت لاعب بعدين كنت مشجع. احنا تعبنا 50 سنة واحنا في المناحلات والهم والغي. طب عشان نطمن المشاهدين، الكلام ده وعد. ايوه وعد، اذا انا الله كتب لي الصحه والعافيه، مهما كانت الديون والمشاكل، مهما تكون لن اترك النادي الا اذا اتعملت له اسس، مع اتفقنا مع اعضاء الشرف، عملنا اسس وقواعد صلبه. والله يا استاذ هشام، احنا من حوارنا معك اليوم اصلا صراحه، يعني انت جاي يعني منقذ للنادي باذن الله، وصراحه الشخص الامثل في المكان الامثل، المكان اللي محتاجك يعني. صحيح، واحنا ان شاء الله باقي، يعني حقيقه ما تعودنا انه يكون عندنا رئيس نادي بهذه الشفافيه، هذه أيوة الروح العاليه حقيقه. اشكركم كل اعماقكم. انت بتمثل او بتشتغل في كيان يمثل مجتمع، مو حقي انا الشخصي. يعني انا حتى الناس اللي بتنتقدني وبتسب وبتكلم، يجي النادي اهلا وسهلا، برحبه. حتى اعضاء مجلس الاداره يقولوا لي انت يعني هذا واحد قاعد ضدك، مرحبا. ضدي اختلفنا انه هو في وجهات النظر، لكن النادي مش ملكي انا. صحيح، النادي ملك اهل مكه كلهم، انا لازم ارحبه وادير. والحمد لله، يعني حتى اللي كان مجموعه كبيره كانت ضد ولا كانت اخذه فكره، الان كلها واقفه معانا بفضل. فانت بتمثل مكه وبتمثل كيان، لازم تكون شفاف. انا حتى في الجمعيه العموميه حاطرح كل الامور واضحه صريحه جدا. هذا الصحيح، ما 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 انت لازم، انت كعضو جمعيه، انا اتمنى عشان تحصل الحلول، اتمنى انه اهل مكه كلهم يصيروا اعضاء جمعيه عموميه، والعضويه كلها 100,000 ريال. انت من حقك كعضو جمعيه تيجي تناقشني انا كمجلس اداره في اول الموسم ايش برنامجك اديك، هو تيجي في نهايه الموسم تحاسبني ايش حققت. لكن احنا عارفين ايش حقوق عضو الجمعيه العموميه. من حقوقك ان انت تناقش مجلس الاداره، تعرف تحسس مجلس الاداره انه هذا مش ملكك الخاص، هذا وله رايه كمان. ايوه، هذا النادي ملك عام، لازم احاسب انا. صحيح. زي ما انت بتدعمني وبتوقف معي، من حقك اديك كل حاجه بتصرف، لكن مش انا اخذ منك وما اعطيك، لا لازم اعطيك بقدر ان انا اخليك في صوره، مش تتدخل في إيه البعض في البعض يفهم انه مره لا 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 لا. صحيح، في شوف دائما اذا في حطينا خطوط حمراء في كل حاجه، صحيح، حتكون الدنيا ناجحه. صحيح، انا احط لك خط احمر بيني وبينك ما نتعدى، لا انت تتجاوز ولا نتجاوز وحتنجح الامور. صحيح، انت خليك كعضو جمعيه عموميه كمشجع في دورك نفذه، وانا ولك حدك. ايوه، وانا كمجلس اداره لي دوري في تشغيل، نتناقش لكن لا تتجاوز. والله الحديث معك حديث، نتمنى انه الوقت يطول، لكنه يعني الوقت ازف، لكنه بترك لك وقت بسيط، ربع دقيقه توجه فيها كلمه للاعبين، للجمهور، للجهاز الفني، للجهاز الاداري، في كلمه بسيطه تفضل. اول خلينا نتكلم على اللاعبين او النادي ككل، اللاعبين والعاملين في النادي. انا يعني اشكرهم جدا جدا جدا، من اصغر عامل في النادي الى اكبر واحد فيهم، وجميع اللاعبين في النادي مش بس كره القدم، جميع العاملين اشكرهم جدا على ما بذلوه السنه هذه، وما تحملوه معانا من معاناه. صحيح، والتضحيات اللي سووها كلهم ووقفتهم، انا اشكرهم الف شكر. صحيح، على وقفتهم اي مع النادي. الجماهير اللي حاضره معانا وساندتنا بقيادة الرمز الوحداوي الكبير معاطي، هذول لهم ألف تحية وألف شكر. الجمهور اللي ما جاء، أتمنى أنه إحنا نبدأ صفحة جديدة السنة القادمة، وحضوركم مهم في نادي الوحدة. أعضاء الشرف وتجار مكة، الآن أنتوا هذا وقتكم، نبغى الوحدة السنة القادمة تنافس، نحتاج الوقفة، نحتاج الدعم. إحنا نبغى أكبر كمية من التجار في مكة، إن شاء الله 300 نفر، 400 نفر، لما احنا نكتر حتخف الحمل ان شاء الله بعد هذه الاطلاله باذن الله. ان شاء الله، انا اتمنى يعني، والباب مفتوح، واحنا حنتواصل معهم في الشهر هذا كلهم باذن الله. احنا وصلنا للختام، وشاكرين لك حقيقه رحابه صدرك وهذه الشفافيه العاليه، وشكر شكر خاص لك. شكرا لك. الف شكر لكم انكم فتحتوا لي الفرصه، ويسعدني ان انا اكون معكم، وشكرا لكم. شكرا لك. اذا كان معنا مشاهدينا الكرام رئيس نادي الوحده السيد هشام مرسي.
ننتقل معكم الآن مشاهدينا لفاصل، نبقى في الرياض لأنه إن شاء الله بعد شوي حيكون معنا موضوع غير رياضي لكن كمان مهم. خليل الزياني هو شخصية رياضية سعودية، أحد أركان النهضة الرياضية السعودية، وبدأ كلاعب في نادي الاتفاق ومن ثم كمدرب، له العديد من الإنجازات الرياضية والبطولات المحلية والآسيوية. للمزيد من التفاصيل عن حياة الأستاذ خليل الزياني نتابع هذه الفقرة، فقرة في قلوبنا، ونعود. المدرب انه ما صنع استراتيجيه لسنه وشوي، ما صنع استراتيجيه واضحه تبين شخصيه المنتخب. خليل بن ابراهيم الزياني من مواليد 1947 في مدينه الدمام، وهو عميد المدربين الوطنيين السعوديين واحد اركان النهضه الرياضيه السعوديه. قدمه نادي الاتفاق كلاعب ومن ثم كمدرب ليتحقق على يده اول بطوله للسعوديه عندما احرز كاس الامم الاسيويه في عام 1984 في سنغافوره. بدأ الزياني كلاعب في الاتفاق منذ عام 1962 وقائد للفريق الأول، حقق مع الاتفاق كلاعب كأس ولي العهد وكأس الملك. درب الزياني فريق الاتفاق موسمي 76 و77، كما درب المنتخب الأول من عام 1984 حتى عام 1987 قبل أن يعود لتدريب الاتفاق، ولكنه رحل في فترة التسعينات لتدريب أندية القادسية والنهضة وأيضا الهلال. كأس آسيا بعد ما أخذناه جو اللاعبين يهمون، من ضمنهم لاعبين الكويت، فكان تهنئتهم صادقة. جاء فيصل الدخيل، جاء سوي، جاء أظن عبد العزيز العنبري، جاء الحداد، جاء المسؤولين حقهم، جو عانقونا ولا كان البطولة لهم. كانت لحظة صادقة فيها تعبير صادق. حقق مع المنتخب السعودي كأس آسيا 84 في سنغافورة، وكأس الخليج 83 و88، وبطولة العرب 88. في بداية الألفية الثانية أعلن اعتزاله لمجال التدريب وأصبح عضوا في الاتحاد السعودي لكرة القدم باللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، ثم محاضرا في الاتحاد الآسيوي وأيضا عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللجنة الفنية. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هالجزء من الحلقه من صباح الرياضيه.
تعد الجمعية السعودية للإدارة الصحية بأنها جمعية علمية مهنية متخصصة في الإدارة الصحية، وهي الأساس في تطوير العمل المهني والبحث والمرجعي للمتخصصين المهنيين، حيث تساهم هذه الجمعية في تطوير المتخصص بكل ما هو جديد في مجال التخصص من خلال الدورات وورش العمل وأيضا الندوات والمؤتمرات في جميع مناطق المملكة. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ زميل الخطابي مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمكة المكرمة. حياك الله وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور، شكرا لقناة الرياضية وصباح العربية، شكرا لك أخ منصور والأخت سهى. الله يحييكم. تصحيح الجميل الخطابي الاسم. الجمعية السعودية للإدارة الصحية هي جمعية علمية متخصصة يعني تحت مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. صدر قرار الاعتماد الجمعية في عام 31. تعتمد الجمعية تهتم بتخصص الإدارة الصحية، ومن حسن حظ هذه الجمعية وأن يحسب لها أن الرئيس الفخري لهذه الجمعية هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث صدرت موافقته على رئاسة الجمعية وعضوتها الفخرية منذ تأسيسها وإلى يعني الآن. يعني هي تعنى في إدارة مستوصفات مراكز الصحية. نعم، المستشفيات. نعم، العمل الإداري في جميع المنشآت الصحية، مستشفيات ومراكز صحية وخلافها. يعني إيش فيما يخص الإدارة الصحية، نظريات الإدارة الصحية يعني إيش؟ نعم، تعتني بتطوير المتخصصين في الإدارة الصحية من خلال ساق مهاراتهم بالدورات وورش العمل. ايضا نعم تهتم حتى بالبرامج الاداره الصحيه حتى في الجامعات والمدن الطبيه. هل تقاريركم لها دور في ان هي تقيل احد، تخلي احد، تطور بصراحه، تعطي يعني راي في بقاء احد او عدم بقائه؟ نعم نعم، لها في تعاون مع الجميع، مع جهات حكوميه كثيره، حتى ان البرامج التي تقام في الجامعات فيما يخص الاداره الصحيه لا تعتمد الا عن طريق الجمعيه السعوديه للاداره الصحيه. يعني تقرر ان الجمعيه هل البرنامج يعتمد او لا يعتمد. طيب تعطينا بس فكره يعني ايش ممكن تقدم هذه الجمعيه ومتى تاسست؟ تاسست عام في 20/3/1431. يعني تقريبا لها 6 سنين تقريبا. نعم جميل. هذه الجمعيه العموميه في الرياض. طبعا في الجمعيه لها فروع كثيره في جميع مناطق المملكه. في جميع المناطق؟ في اغلب المناطق سنتحدث عنها في عند نتكلم عن الفروع. طيب. الجمعيه كما قلت لك هي جمعيه علميه مهنيه متخصصه تهتم بجانب الاداره الصحيه وتطوير المتخصصين. كثير من المتخصصين المنتسبين لهذه الجمعيه هم قيادات في وزاره الصحه. ما شاء الله. وفي الجامعات اساتذه اكاديميين وفي المدن الطبية بفضل الله. يعني جميل، انت تكلمت عن تطوير الموجودين. نعم. كيف ممكن تطوير، ايش الادوات اللي ممكن هي يعني تحقق هذا التطوير انتم تستخدموها؟ غالبا بالدورة التدريبية ورش. جميل. عمل فيها برامج اكاديمية طويلة. طيب موضوع الروتيشن عندنا، موضوع التدوير فيما يخص المدراء، في ما يخص مدراء مراكز الصحية مديرين المستشفيات، صراحة غير موجود هنا في السعودية، ويمكن هذا الموضوع يضعف شوية الأداء، لأنه أحيانا مثلا مدير منشأة صحية قوي يقابله مدير منشأة صحية ضعيف، لو كان مثلا يتم تبادل الأماكن فيصحح هذا أماكن الضعف عند الآخر، يعني تساهم في الارتقاء بمستوى المنشآت الصحية، بس هذا الشيء ما نلاحظه خاصة في عندكم يعني في المراكز الصحية والمستشفيات. لا بالعكس، المبدأ موجود وفي تدوير كثير، يعني في تدوير فنيين داخل لا حتى 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 على مستوى القيادات مدراء المستشفيات مدراء المركز الصحي موجود. نعم موجود. بالأمس صدرت قرارات. هذا إذا خطة جديدة. أي يعني نعم. نعم. يعني أنت معترف إن لا لا لا. بالمناسبة الأخ زميل اللي اعتذر تركي الشيخ صدر له تكليف اليوم مدير مستشفى خليص. عشان كذا انه هو كان المفروض حيكون معنا الاستاذ تركي الشيخ نائب مدير الجمعيه السعوديه للاداره الصحيه. الان هو مكلف مدير مستشفى خلاص، صدر قراره اليوم ما شاء الله. اللهم تحدث عن الدورات والندوات وورش العمل، انت كيف شايف التجاوب؟ كيف شايف رده الفعل من خلال اقامه هذه الدورات وورش العمل؟ حقيقه بفضل الله اقمنا دورتين في مكه مؤخرا، الحضور كان كبير جدا، تجاوز 100 شخص، وتفاعل كان جيد والحمد لله. كيف يتم الحضور؟ هل انتم تنتقون اشخاص ولا التسجيل مفتوح؟ التسجيل مفتوح لفئات محدده، نحدد الفئه المستهدفه من هذه الدورات. يعني انتم من عندكم؟ نعم نعم. الجمعيه تحدد الفئه المستهدفه من هذه الدوره، وبناء عليه يتم التسجيل الكترونيا ويحضرون يوم الدوره
وبعد الدورة في تقييم نفس الدورة من نفس المتدربين، والحمد لله انطباع الأغلب الناس انطباعات جيدة وجميلة يعني عن الدورات بإذن الله. جميل جميل. طيب بالنسبة للجهات الصحية، أول شيء يعني اليوم نحن أتضح قديش أهمية هذه الجهة، لأنه يعني أنت قلت لي حتى في قرارات الإبقاء على المديرين وإقالتهم أنتوا بتساهموا. نعم. وإذا في برنامج تدريبي أو في فكرة جديدة معينة إذا ما وافقت عليها جمعية ما تتم، إذا أنتوا جهة جدا مهمة وعندكم يعني مشاركين في القرار. نعم. طيب بالنسبة لي الجهات الصحية الثانية، هل في تعاون بينهم أو لا فيما يخص هذه البرامج وكذا؟ نعم، المجلس الإدارة منذ تأسيس الجمعية سواء في الدورة الأولى أو الدورة الحالية برئاسة المتألق الدكتور إبراهيم الملحم، عقدت عقود شراكة واتفاقيات مع كثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية، من ضمنها وزارة الصحة، وتقييم البرامج اللي تعمل في الوزارة وترشيح القيادات الصحية. جميل. نعم. طيب انتوا خلال تعاونكم مع المستشفيات، وايضا كان في تعاون مؤخرا مع مستشفى حراء. نعم. اقامه نظريات الاداره الصحيه. نعم. كيف ممكن التخطيط لمثل هذه اقامه الدورات؟ هذه تحتاج وقت كبير، ولانه يعني في تسهيلات كثيره. لا الحمد لله، مجرد ترفع خطاب من الجمعيه لاداره المستشفى، والتعاون الحمد لله كبير بيننا وما ياخذ وقت طويل يعني. جميل. طيب المستفيد من هذه الدورات وورش العمل، هل يعني لو جينا مثلا للجانب الوظيفي مثلا في السلم الوظيفي والترقيات وهذا، هل لها يعني دور ولا؟ نعم، كل الدورات التي تقيمها الجمعيه السعوديه معتمده بساعات تعليم طبي مستمر من الهيئه السعوديه للتخصص الصحي، وكل كل ممارس صحي لا يتم ترقيته الا بعد حصوله على عدد معين من هذه الساعات. يعني هم يعني مجبرين انهم يحضروا عشان يحصلوا. نعم عشان ياخذ الترقيه لازم لابد يحضر الدورات التدريبيه. صراحه يمكن افضل انها تكون اجباريه. اي نعم. مسكوه من اليد لتوجع، بدل ما يكون اختيار. يمكن في شخص يقول لك يعني ما تهمني الترقيه لسه، انا باقي لي على ما يجمد راتبي فتره طويله ولا واتيفر، وما يهتم بحضور الدورات، لكن لما تكون اجباريه افضل. اي نعم. ايوه. طيب الاماكن اللي انتم تقيموا في هذه الدورات فين حتكون غالبا؟ يعني هل في مثلا مكان محدد دائما الدورات وورش العمل والندوات تقام فيها، ولا انتم يعني تحاولون توصلون لمثلا يعني المستهدفين من هذه الدورات الى اماكنهم مثلا من خلال المستشفيات المستوصفات؟ نعم لا، ما في مكان ثابت، احنا نحاول كل دوره نغير المكان، ننتقل من مكان لمكان حتى يعني نوصل لاكبر شريحه من المتخصصين. اي نعم. طيب خلينا ننتقل سويا للزميل بدر الهويل، في تقرير عن دوره بعنوان نظريات الاداره الصحيه عقدتها الجمعيه السعوديه للاداره الصحيه بمكه المكرمه بالتعاون مع مستشفى حراء العام، بهدف استقطاب المتخصصين من الممارسين المهنيين والتعرف على علم الاداره الصحيه ورواد هذا العلم واهم نظريات، وخاصه انه هذا العلم يمكن يعني جديد وفي ناس كثير من القيادات ما عندهم فكره مفصله عنه. للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير مع الزميل بدر الهويل. بحضور 100 مستفيد من كلا الجنسين، نفذت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدورة التدريبية المتخصصة في نظريات الإدارة الصحية بالتعاون مع مستشفى حراء العام، والتي أدار محاورها المدرب ياسر الشلاحي أخصائي أول إدارة مستشفيات ومدرب في الجودة والإدارة. بالنسبة للدورة، إيش المحاور اللي تطرقت لها وإيش ممكن تضيف للمتدربين ومجال التطبيق العملي لما تقدمونه نظريا، كيف يعني تتأكدون من وصول المعلومة والفكرة وما تريدون تقديمه للمتدربين؟ طبعا الدورة هي امتداد للبرامج التدريبية التي تقدمها جمعيات الإدارة الصحية على مستوى المملكة بشكل فعال خلال الفترة الماضية، وهو أقل الحقوق التي ممكن نقدمها للمتخصصين في الإدارة الصحية، التخصص اللي الآن الوقت أن يأخذ مكانه ووضعه. دورة اليوم طبعا نتكلم فيها عن نظريات الإدارة بشكل عام العامة والحديثة في نفس الوقت، نحاول ننقل تجارب إدارات معينة مثل الإدارة اليابانية وكيفية وآلية تطبيقها إن شاء الله في المستشفيات بشكل سلس وسهل ويحسن في النهاية من مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. طبعا يعني مثلا على سبيل المثال نتكلم اليوم عن البنس سكور كارد، هي أداة تعتبر جيدة ويستخدمها القطاع الخاص بشكل أكبر. أعتقد عن طريق تبني المفهوم اليوم، يعني ممكن في ناس ممكن تسمع فيه للمرة الأولى أو في ناس سمعت فيه بشكل سريع، نشر مثل هذه المفاهيم عن طريق هذه الدورات، أعتقد هو الكفيل بتحقيقها على أمر الواقع في المستقبل القريب بإذن الله.
واستهدفت الدورة التي تم اعتمادها بست ساعات تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متخصص الإدارة الصحية والمهتمين من الممارسين الصحيين، حيث تناولت موضوعات مفهوم علم الإدارة ونشأتها ونظرياتها المختلفة ورواد هذا العلم وبطاقة الأداء المتوازن والإدارة بالأهداف ومؤشرات الأداة الرئيسية والإدارة اليابانية. الدورة عن نظريات الإدارة الصحية بصراحة تكلموا عن النظريات الكلاسيكية والحديثة، وفي حتصير عن الروتكوس والإدارة اليابانية، هذا حتفيدني يعني بصراحة، هذا أكثر شيء جذبني للدورة. والجمعية الإدارة الصحية بصراحة إنه بتجيب زي دي دورات شيء كويس، إنه عندنا في مكة كمان، وإحنا كإدارة صحية نادرا ما نلاقي دورات تختص بينا، وهذه إدارة صحية يعني نظريات الإدارة شيء في مجال قسمنا. أكيد الدورة وكل دورة بنحضرها بتزيد من المهارات وبتعمل ريفريشمنت للمهارات والأفكار اللي هي عندنا موجودة. طبعا جددنا أفكار والتقينا بنخبة من أفضل الإداريين في المنطقة، وهذا شيء جميل. والله إحنا نبغى منها ونتمنى منها الاستمرار إن شاء الله بقوة، وزيادة الدورات إن شاء الله، وفتح قنوات التواصل بينها وبين كل فئات الإدارة في المنشآت الصحية والحكومية والخاصة. الجمعية حقيقة هي جمعية حديثة، استحدثت أول دورة اللي هي لإدارة الأزمات والكوارث بقيادة المبدع بندر بارحيم. الآن الدورة هذه برضو أضافت الشيء الكثير، فيها نظريات الإدارة الحديثة، هي تعتبر بيسك. نتمنى في المستقبل القريب إن شاء الله دورات متقدمة في هذا المجال، في مجال الإدارة الصحية. أشكر القائمين على الجمعية السعودية في اختيارهم وطرح المواضيع الخادمة كثير للمنشآت الصحية، واختيار المواضيع الجذابة اللي احنا فعلا نكون محتاجينها في الطاقم الطبي. فموضوع الإدارة الصحية ممكن لربما انه احنا اخذناها من سنة او سنتين وفي معلومات انه عارفينها، ولكن احنا نحتاج التذكير وكمان الزيادة في التطبيق، ولربما يكون هناك استحداث للمعلومات اكثر عما سبق. فهي احنا الاهم انه الشيء اللي نتعلم نطبقه، وان شاء الله انه هذا الشيء يصير. اتمنى انه يكملوا على هذا النهج ويكون في المستقبل الشيء الافضل باذن الله، لانه بيقدموا مواضيع جدا خادمه وهادفه للمجتمع. تاتي هذه الدوره كثاني نشاط تقيمه الجمعيه السعوديه للاداره الصحيه في منطقه مكه المكرمه، ضمن سلسله من البرامج والدورات التي تعقدها الجمعيه بهدف رفع مستوى الأداء الإداري لمنسوبيها وللمؤسسات والمرافق الصحية. لبرنامج صباح الرياضية، بدر الهويل، مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء من الحلقة، واستكمالا لما كنا نتحدث مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ جميل الخطاب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، حياكم الله. إحنا كنا نتكلم إنه عن فروع هذه الجمعية في المملكة، لو تعطينا التفاصيل فين هي متواجدة في المملكة. نعم، المجلس الإدارة في الجمعية في الرياض مشكورا تفضل بفتح فروع ومكاتب في كثير من مناطق المملكة تسهيلا على المتخصصين حتى يصل أكبر شريحة منهم. في يوجد حاليا 9 فروع، فرع القصيم هو فرع متميز جدا بقيادة الدكتور فهد البجيدي، نصبع عليه من خلال شاشتكم الموقرة. أيضا في فحايل وحفر الباطن والمدينة المنورة والدمام ومكة المكرمة، ومؤخرا فتح فرع في جدة. طيب جميل، الفروع هذه أول فرع فين افتتح؟ ولا كانت كلها يعني فتحت 5 فروع في وقت واحد في البداية، القصيم وحايل وحفر الباطن والطائف، وثم تتابعت بقية الفروع بعدها. آخر فرع فين؟ آخر فرع في محافظة جدة. جميل. أي نعم. طيب إيش الفرق يعني أنت شايف بين الفروع هذه؟ هل في فرق مثلا في الإمكانيات في العمل، ولا أنه جميعها متساوية؟ والله كل الفروع ما شاء الله عليهم مجتهدين ونشيطين، يعني كل فرع يقدم مجموعة دورات، والجمعية الأم في الرياض تنسق هذه الدورات بحيث لا تقام يعني دورتين في نفس الوقت، يعني كل دورة يعني تلاقي كل شهر يوجد دورتين أو 3 من مجموعة فروع يعني. طيب يعني تتعدد الفروع وطبعا تتباعد المناطق عن بعض، وكل منشأة صحية في كل منطقة طبعا يمكن يعني تختلف طريقتها ودورات اللي يعني مواضيع الدورات اللي تقيمها. أيوة، احتياجات موظفيها وكذا. لكن ما عندكم توجه أنه مثلا تكونوا زي معهد الإدارة العامة في يوم ما عندكم مركز تدريب صحي واحد أساسي
تجيبوا كل الفنيين من كل القيادات من كل المناطق تخضع لنفس الدورات وكذا؟ نعم، هذا في الخطط المستقبليه للجمعيه يوجد برامج اكاديميه طويله الامد تمنح درجه علميه دكتوراه وماجستير، هذه حتكون في الرياض غالبا وتكون يعني في مقر موحد. يعني انت ما تشوف انه هذا اللي ذكرت على سهى انه هي تجميعهم في منطقه واحده اللي من الشرقيه مثلا يجي للرياض واللي من الغربيه، ما تشوف انه فيها تكلفه في جهد وتعب على الناس، لكن لما تكون موزعه على كل الفروع بس فيها كمان فائده جدا كبيره، هي تبادل الخبرات خاصه فيما يخص اداره المشاكل والازمات. هذا يحصل في المؤتمرات، تقيم الجمعيه قامت المؤتمر الاول في عام 34 في الرياض، كان المتحدثين من دول اجنبيه ودول عربيه، وهذا يجمع جميع المتخصصين على مستوى المملكه. جميل، طيب خلينا يعني شوية يعني احنا نتكلم عن الوضع الحالي، نتكلم عن مستقبل الجمعية، ايش هي التخطيطات في المستقبل لهذه الجمعية في يعني خلينا نتكلم بشكل عام في المناطق كاملة وايضا في مكة المكرمة بشكل خاص. اي نعم، البرامج المستقبلية للجمعية كثيرة، نذكر اهمها جائزة الرئيس الفخري هو خادم الحرمين الشريفين للتميز الإداري. هذه تمنح؟ اي نعم ان شاء الله، هذا التميز الاداري حيكون فيها مسابقه ومقارنه في يعني هي على مستوى المناطق على مستوى المملكه جميعا. نعم هذا المشروع ان شاء الله سيرى النور قريبا باذن الله. ايش هي معايير هذا الان في طور الدراسه يعني يعلن عنه في حينه يعني باذن الله. جميل. ايضا في برنامج التطوير وتاهيل القيادات الصحيه، يعني نفس القيادات الموجوده يعمل لهم دورات طويله الامد وتاهيليه بحيث تحسين الأداء بما يعود على تحسين الخدمة للمريض. أيضا في برنامج جميل جدا ويمكن يكون الوحيد على مستوى الشرق الأوسط هو برنامج الزمالة السعودية في الإدارة الصحية. هذا على غرار الزمالات اللي تعمل في التخصصات الطبية، زمالة في العيون والأسنان وغيرها. أيوة. الجمعية حرصة أن يكون إدارية. نعم. الزمالة إدارية. السعودية في الإدارة الإدارة الصحية. أيوة. حلو. هذا بإذن الله سينفذ بداية العام القادم بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنتم تطرحون مثل هذه الأفكار وهذه المحيطة الآراء الرائعة، كيف يعني كيف ممكن تقنعون اللي تقدمون له هذه الأفكار؟ طبعا العمل الجيد يفرض نفسه. صحيح. اي نعم، بفضل الله الجمعيه يعني اثبتت نجاحات كثيره، قلت لك حتى الان الجامعات ما لا تستطيع ان تقيم اي برنامج اكاديمي في الاداره الصحيه الا بعد ان يمر على الجمعيه ويعتمد من الجمعيه. وانتم تدرسون برنامج كامل؟ اي نعم، يطلع يعني محكمين يقيموا البرنامج وعلى ضوءها يعني البرنامج ينفذ او لا ينفذ. البعض مثلا انه يعني خلاص احنا عندنا مثلا ندوه مثلا عن مرض معين بالاسم كذا، انتوا تشترطون انه تكون يعني ايش اهداف المؤتمر، المحاور الى اخره؟ لا انا ما اتكلم عن مؤتمرات، المؤتمرات طبعا فيه كل جهه تقيم مؤتمراتها سواء باطن الطلاب في الاداره الصحيه. طبعا لابد ان يمر اي برنامج سواء دوره او مؤتمر على اللجنه العلميه في الجمعيه السعوديه في الرياض. فيقيم وعلى ضوءها هل يجاز او لا. جميل. أي نعم. طيب انت عندك القياده العليا جدا يعني اهم قياده في الدوله الملك سلمان. أي نعم. بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. أي نعم. في رؤيته كان جدا مهم يعني، ولاحظنا هذا الشيء انه التقييم الربع سنوي اللي هو كل 3 أشهر. أي نعم. في تقييم للقيادات. أي نعم. بالنسبه للجمعيه يعني بتنفذ نفس هذه الخطه او لا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، توفيق الربيع اليوم وزير جديد في الصحه، قديش اثرت عليكم سياسته على اداء الجمعيه وقراراتها فيما يخص القيادات كمان؟ اي نعم. بالنسبه للجمعيه طبعا توافق تماما توجهات الدوله من حيث الخطط والتقارير السنويه والربع سنويه ترفع بشكل دوري. معالي الدكتور توفيق الربيع مستبشرين خير باذن الله، وبدايته كانت جيده يعني يدعم الجانب الاداري الصحي ويدعم المتخصصين. بالأمس كان في لقاء لمتخصصين الإدارة الصحية مع الوزير. وكان في جدة أمس. أي نعم. فتقابلوا مع مجموعة متخصصين الإدارة الصحية وخرجوا بانطباعات جيدة جدا منهم. إيش اللي صار؟ إيش اللي صار في اللقاء؟ والله هو يدعم المتخصصين عموما في كل تخصصه. يعني سابقا كان العمل في المنشآت الصحية عموما يتولاه غالبا فئة الأطباء. الآن أصبح العمل الإداري يعني تمام. اي نعم، القديمه كان المدير لابد ان يكون طبيبا، الان لا، عندنا التخصص الاداره الصحيه اصبح علم مستقل ومحترم وتخصص له كيانه. وهذا صحيح. اي نعم، الان عندنا تجربه رائده في منطقه القصيم الان 7 مستشفيات تم تكليف مدراء المستشفيات من متخصصين وحمله ماجستير في الاداره الصحيه، ويوجد نموذج رائع من مستشفى الاسياح بالامس مديره لم يمضي عليه الا 6 أشهر تقريبا، بالامس حصل على خطاب شكر من منظمه سباهي لاعتمادات في الجوده الصحيه. ما شاء الله تبارك. فهذا يدل على ان الشخص المتخصص
ينتج اكثر من غيره. طبعا هي هيكله اداريه متكامله، مش شرط العمل عموما في المنشاه الصحيه يرتكز على جانبين مهمين، الجانب الطبي ويشمل الاشعه والخدمات المسانده، والجانب الاداري لابد ان تكون متكامله وتكمل بعض بعضا. لا يمكن ان ينجح اي منشاه صحيه بالعمل الطبي وحده او بالعمل الاداري وحده. طيب انت نتكلم عن الجانب الاداري، يعني الاداري كمان ينقسم لقسمين، في الاداري القيادي اللي هو اعلى قياده في المنشاه الصحيه او ايوه طبعا الى راس الهرم، وفي القيادي الصغير اللي هو مثلا رئيس شعبه رئيس ايوه. انا احس انه هذول ما يحظوا باهتمام فيما يخص تطوير المهارات والقدرات، وعشان كذا دائما المناصب المهمه القياديه تولى لنفس الاشخاص. يعني هذا كان مثلا مدير قسم كبير في مستشفى معين أو مركز صحي معين، يروح مركز ثاني ما يأخذوا إلا هذول الأشخاص، لأنه اللي أقل منهم ما بيتطوروا، فيفضلوا دائما رؤساء الشعب مديرين كذا. فهذول قديش الصغار، أقصد القيادات الصغيرة، قديش تحظى باهتمام؟ والله الدورات تمنح لجميع الفئات، لكن إذا كان ما في دافعية من الشخص نفسه غالبا صعب يعني تطوره يعني. لكن الدورات تتأكد أن كل الفئات تمنح دورات بالتساوي، يعني سواء قيادات عليا أو وسطى أو. طب لازم هذه القيادة الكبيرة أو الصغيرة لازم تكون تخصصها إداري، ولا ممكن حتى لو كان مدير أو قائد بس تخصصه فني؟ بالنسبة لبرامج تطوير القيادات تمنح للجميع، أي شخص في منصب قيادي أيا كان خلفيته الأكاديمية تستهدف هذه الدورات. نعم جميل. أنت تكلمت على موضوع مثلا مدير مثلا مستشفى أو مدير، إيش الفرق بين أنه يكون مثلا طبيب، وش الفرق بين يكون هو إداري مختص في يعني علم الإدارة الصحية؟ طبيب مكانه المفترض الصحيح العيادة والعمليات ومراكز البحث، ليس شرط أنه طبيب ناجح أن يكون مدير ناجح. وأثبت فشل كثير من القيادات، كان طبيب ناجح عندما تولى إدارة فشل في إدارته. الإدارة الصحية علم مستقل وعلم متخصص في هذا المجال، الإدارة الصحية، وعندما أعطي الفرصة أثبت نجاحه. جميل. طيب الطموحات، الطموح في المستقبل، الأمنيات، المطالب التي تتمنوها أنت وتتمناها أنت كمدير لهذه الجمعية إيش هي؟ والله أهداف طبعا الأهداف أنه نطور الممارسين الصحيين في مجال الإدارة الصحية بما يتوافق مع رؤية المملكة الجديدة 2030 بإذن الله. وهذه حطت عليكم حمل كثير. أي نعم أكيد. وغيرت الرسالة أساسا أكيد. أو لا أكيد. يعني الرسالة نعم. سابقا أكيد. والرسالة أكيد. اليوم ويعني وصول الدكتور توفيق الربيع لوزارة الصحة بما أنه تخصص تقني وحاسب آلي، هذا سيدعم الموضوع كثيرا. هو توقع قبل يمكن أسبوع أنه اعتمد برنامج البصمة. أي نعم أي نعم. سمين. كيف شايف ردود الفعل حول الموضوع ذا؟ طبعا مزعجة طبعا، متدمرين الناس، لكن جيدة، خطوة جيدة. جميل. تضبط الله. نعم جميل. نعم طيب السوها ما ادري عجبك موضوع البصمه ولا موضوع البصمه صراحه ايوه، الانضباط خاصه في الصحه، يعني في وزارات المفروض تكون جدا منضبطه، يعني في وزارات عملها هين وسهل بس أيوة تعامل مع المريض لابد يكون في وزارات الوزاره الصحيه والادارات الصحيه مهم يكون في تحتاجك اكيد. نعم طيب فتره الست سنين تكلم من عام 1431 الى الان، بامانه هل انت راضي عن الاهداف اللي انت وضعتوها من بدايه تاسيس هذه الجمعيه، وهل تحققت كلها ام يعني النسبه الاكبر منها تحقق؟ طبعا النسبة الأكبر من الأهداف تحققت بفضل الله، والجمعية يعني في تطور في كل دورة من دوراتها حققت إنجازات كبيرة. الآن الجمعية في طور اعتماد مجموعة من البرامج الأكاديمية في مدن طبية كمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة وغيرها من المدن. أيضا المكتب الجمعية السعودية بمكة المكرمة الآن وقعنا عقد شراكة مع المجلة الصحية، مجلة الجودة الصحية، والآن في 4 عقود شراكة في طور التوقيع معهم إن شاء الله مع مدينة الملك عبد الله ومع مديرية الشؤون الصحية وأيضا مع كلية الصحة العامة بجامعة أم القرى. احنا حقيقة في ختام هذه الحلقة نشكرك ونتمنى لكم المزيد من التوفيق ومزيد من النجاحات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك استاذ منصور استاذ سهى، وشكرا لقناة الرياضية. شكرا لك. يلا وسهلا فيك. طبعا كذا نكون مشاهدينا وصلنا لنهاية حوارنا مع الاستاذ جميل الخطابي مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمكة، وطبعا نبارك للاستاذ تركي الشيخ على القرار اللي صدر اليوم بتعيينه.
خليس. بمستشفى خليس. كذا كنا وصلنا لنهاية حلقتنا، نشكركم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ونلقاكم الأسبوع الجاي من استوديوهات مكة المكرمة أيضا الخميس القادم، وإن شاء الله ويكند سعيد، نشوفكم وباي باي إن شاء الله. وأتمنى الجميع للمختبرين في هذه الفترة المزيد من النجاح والتوفيق، نلتقيكم بإذن الله الخميس المقبل في حلقة جديدة من صباح الرياضية، ألقاكم.